هلو يا حلوين، مساء الخير عليكم يا أحلى ناس في الدنيا. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. طبعا قلت أبغى أسوي الميك اب اليومي، ميك اب الدوام، فقلت أسويه معاكم. حبدأ أول شيء طبعا رطبت بشرتي، بس أول شيء راح أبدأ فيه السن بلوك حق إم جي إف. سن بلوك مو بس اعمله عشان الشمس، حتى الاضاءات ترى تاثر على البشره بنات. ما رح اعمل كونسيلر ولا اي شيء، رح ابدا على طول ارسم حواجبي. بنات امس جربت قلم الحواجب هذا من ان واي اكس، بنات للشعره، شعره مو بس فظيع. بوريكم طريقه انا اسويها، اتوقع اغلبكم يعرفها خلاص، البنات ما شاء الله صاروا يشوفوا التوتوريالات والاشياء دي، بس هذه الطريقة مرة حلوة تثبت الحواجب، تقعد معاكي وقت مرة طويل. شوفوا، حجيب مسكرة ان واي اكس هذه، حمشي عكس الحواجب كذا، شايفين؟ خليني اقرب لكم عشان تشوفوا. بعدين ايش حسوي؟ حبدأ امشطها من تحت كذا على اتجاه الحواجب. هذه الطريقة بنات مو بس تثبت المسكرة حق الحواجب، تخليها مو بس يوم، يمكن تصحي اليوم الثاني تلاقي ما شاء الله حواجبك مرة ثابتة. شايفين بنات؟ هذه حواجب طبيعية اللي قاعدين يقولوا رسمتك عريضة. صح، اوريكم كيف حرسم حواجبي. خليها شوية، ما رح ارسم على طول، رح اسوي المسكرة. بنات طبعا هذه تسريحة الدوام، اصلا احب التسريحة دي عليا. شوفوا ما شاء الله حطيت حتى يعني وصلت اني احط سبراي، ما شاء الله البيبيهير مو راضي ابدا يا جد، مع اني حطيت ومشطته مره كويس بس مو راضي. بعد ما ارسم بعد ما حطيت الماسكارا فوق، راح احط اي لاينر بس عند المدمع، برضو حستخدم الواي اكس هذا اللي قلت لكم عليه. اركب الرموش بعدين ارسم حواجبي.
الطريقة لما تيجي تركب الرموش لازم كذا شوية يصير لزج ينشف وبعدين تركبوها، أسهل لكم عشان تركب على طول. يدي كلها كريم. يا رب نيويورك كسرته، والله كسرت الغطاء. هذا ينفك، ايش اسوي؟ يلا شوفوا كيف حرسم حواجبي. حابي بس فراغات. وهذا القلم بنات مو بس راح يساعدكم، مرة حلو. خلاص رسمت حواجبي طبيعية كذا مريحة للنظر. راح استخدم الآن بلاشر وتنت بيكسي. والله العظيم أكثر تنت عندي أخذ إعلان بكل أمانة. الحلو فيه بنات إنه ما يعدم البشرة طبي ترى، عشان كذا أنا استخدم يومي. يعطي منظر مرة طبيعي للوجه ومرة حلو. شايفين؟ حتى لمعته حلوة. باقي احط الروج. طبعا عملت حركتي، استخدمت روج سحري. راح استخدم محدد فوريفر احدد فيه بس. فواكه مرة الحركة هذه بنات مرة تحلي كذا، حلوة حلوة مرة على الشفايف. كذا خلصت هذا ميك اب الدوام والميك اب اليومي اللي دائما اسويه. الان نروح نتبخر ونتعطر. يلا